قصة شعر ضافي وقلب نوافي، قصة المسافر مع الجنية مع الغولة. يقولك هذا رجال كان مسافر من القدامى من الأولين على راحلته على نايبته. يقول هو ماشي في الطريق يقول أظلم عليه الظلام، جاه الليل يقول بس الرجال قال أبامد شوي. يقول هو ماشي يقول حس بجسم وراه، جسم ثقل وراه، حس إن الناقة فيه ثقل فيه شيء. يقول فمد يده هو على الناقة، مد يده كذا يقول ولا شعر غزير. يقول فقال يعني قلبه وكذا، يقول فقال شعر ضافي. يقول فرد الجسم اللي وراه يقول قالت وقلب وافي، صوت أنثوي جنية، قالت قلب وافي وشعورك بالله وانت. يقول قالت قلب وافي. الرجال سكت واستمر، والغولة وراه راكبة وراه، استمر. يقول لما وصل المكان حس انه خلاص يبغى لازم يرتاح، يمكن تروح تفكه هذه تمشي انا زقت فيه. يقول فوصل المكان هذا ووقف الناقة ونوخ ذلوله، جلس البعير، جلس الناقة. يقول ونزل ونزلت الغولة. يقول وصلح مكان بينام، يبيها تروح يبيها تفتح. يقول وصلحت مكان وجلست، فرش فراشه. يقول هي حطت مكان لها وحطت يدها ونامت. يقول هو يقول طال الليل هو يناظر لها عجز ينام. يقول هو جالس. يقول طلع الصبح عليه. يقول قام. يقول طلع الصبح عليه. يقول قام الفجر. يقول قام وطلع التمر وخذ تمره. يقول قامت الغولة وخذ التمره، تسوي نفس حركاته، كل ما يسوي حركة يسوي. يقول شرب ماء، شربت ماء، ركب الذلول، ركبت وراه، لازقت أمبو ما فيه، الظاهر أنها أعجبت فيه، لزقت فيه. يقول مشى، يقول الغولة وراه، هو يبي الفكة خايف. يقول هو لازقت فيه. ويبدو لي أن الرجال يعني من الأميين، لا يعرف يقرأ ولا يكتب ولا يحفظ شيء من القرآن، ولا يمكن يستعين بالقرآن ويقرأ القرآن يمكن يتخلص، لكن ما 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 الظاهر ما ما معه شيء من القرآن. يقول فمشى، يقول قاعد يهيجن ينشد يغني، يقول تغني. يقول كل ما يسوي حركة تسوي نفسه، ينزل تنزل، يطلع تطلع. يقول لما جاء بالليل، يقول أنا هو يبي الفك. يقول فكر بحيله، فكر بفكرة يبي الخلاص منها. يقول ولا معودت، تعرفون الودت، الودت السمن، السمن حق الغنم ولا حق البقر ولا حق هذا، كانوا الأولين يحطونه بعلبة ولا يحطونه بخرج، يعني يحطونه بخرجة، يحطونه علشان أما يدهن الخبزة أما يعني يلين فيها شيء ولا يولع فيها نار، حين يولعون فيها نار الأولين. يقول فطلع الودت، يقول شب له نار، ولع له ضوء، ولع نار. يقول هو يتناظر له، يقول يطلع ويفتح العلبة حقت الودت هذه. يقول ويقعد يسوي نفسه انه يدهن نفسه، هو ما يدهن نفسه، هو يمرر يده بدون ما تلامس جلده. يقول يسوي كذا ويسوي على راسه ويسوي على رقبته ويسوي على جسمه. يقول وتسوي الغوله وتقوم تدهن نفسها الغوله على شعرها وعلى تسوي نفس حركاته. فيقول بعد ما اوهمها المسافر انه دهن جسمه بالودتس بالسمن، يقول هي دهنت نفسها تماما. يقول قام وخذ له عود حطب من اللي شابات من النار. يقول وسوي نفسه انه يمرر العود على راسه على جسمه على كذا. يقول تقوم الغوله وتاخذ عود حطب وتسوي كذا. يقول ثريها ولعت لان جسمها متشرب من الدهن ومن السمن. يقول ولعت الغوله، ولعت نار. يقول سبحان الله تقعد تدور حوله هي مولع نار، شعر تولع نار. يقول ويقعد يناظر لها ويطلب الله سبحانه وتعالى ان الله يفكه منها. يقول وتولع نار تولع نار تولع، سبحان الله لما طاحت ابعدت عنه وطاحت وماتت. يقول مرضى الله ليل، يقول ويجلس، يقول يا ما شق الفضاء، يقول يعني طلع الفجر. يقول ويطلع، يقول يشوفه، يقول مر سبحان الله جيفه صغيره، يقول بس مغطيها الشعر سبحان الله جنيته ميته. يقول وياخذ عفشه ويسرع يروح لهاله. يقول فانطلق راح لهاله. القصه هذه يا اخوان أوردها عبد الكريم الجهيمان في كتابه الله يرحمه، الكاتب عبد الكريم الجهيمان الله يرحمه، في كتابه أساطير شعبية، وهي من الموروث النجدي القديم، الموروث السعودي النجدي القديم. المغزى من القصة يا أخوان
انك لا تسافر لحالك، حتى في عصرنا الحديث لا تسافر لحالك، سافر مع ناس الا المضطر، يعني المضطر غير، لكن لا تسافر لحالك، لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن السفر لوحدك، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثه ركب، والثلاثه ركب. فالسفر اللي بيسافر يسافر مع مجموعه افضل له. والله سبحانه وتعالى اعلم، وصلى الله وبارك.